الهوى هو. ولذلك الله يقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن عن ايش؟ عن الهوى فان الجنه هي المأوى. انهى النفس عن الهوى ومرحبا بك في الجنه. كذا الايه تقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى حاذر هواها. قل بصيري عاصي هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. الهوى هو شر شرور النفس. هذه أولى آفات النفوس. وكان لعلي عرضت هذا في الأسبوع الماضي أو لا أحد لإخوان يقول أيهما أشر، الشيطان ولا النفس؟ لما ضل الشيطان كان بسبب ماذا ضل؟ بسبب النفس. يعني مش الشيطان جلس يوسوس له، لأنه هو ترى زعيم العصابة كلها، فما حد جاء يوسوس له. فما الذي جعل الشيطان يضل؟ نفسه. من هنا تساءل متسائل قال طيب إذا النفس أشر من الشيطان، والصحيح أن النفس أشد وليست أشر. النفس أشد لكن الشيطان أشر. لماذا؟ لأن النفس نظرها فقط فيما تريد دون النظر إلى ما بعد ذلك، هل هذا يؤدي إلى النار، إلى الرضوان، إلى الغضب، إلى ما تنظر لهذا، تنظر لأن هذه لذة ومصلحة فقط. أما الشيطان ما الذي يريد من الإضلال؟ يريد النار، ما بعد الضلال يريد. فإذا من ها هنا لا 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 وجه للمقارنة بين النفس والشيطان. النفس تريد شهوتها ولذتها ومرادها، أما الشيطان ما هدف ذا، هدفهما وراء ذلك، يريد أن يوقع العاصية في نار الله وغضبه. الأمر الآخر أن الشيطان شره ذاتي والنفس شرها عارض. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن النفس قابلة للصلاح، الشر هذا شيء عارض عليها، فإذا نقيتها تنقت، ولولا جواز أن تتنقى لما قال الله قد أفلح من زكاها، ولما كلفنا الله بتزكيتها أصلا. لكن الشيطان شره ليس عارضا، شر الشيطان ذاتي، كالفرق بين النجاسة الذاتية والنجاسة العارضة. لا يمكن أن يطهر البول كرمكم الله، لكن ما وقع عليه البول يمكن أن يطهر، لأن ثوب تنجس يمكن أن يطهر، لكن نفس النجس لا يتطهر. كذلك الشيطان هو النجس ذاته لا يمكن أن يتطهر، وأما النفس فيعني سوءها عارض. والشيخ ابن عدي عليه رحمة الله يقول مضيئة الذات والأمراض عارضة لنورها فإذا استجليته صدعا. يعني ذات النفس مشرقة ولكن تراكمت عليها الأدواء والعلل، فإذا استجليته بذكر الله انصدع الضياء وترقت من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة، ومن النفس المطمئنة إلى النفس اللوامة، ومن النفس اللوامة إلى النفس الملهمة، وهكذا تترقى من معرج إلى معرج إلى أن تكون نفسا نقية، نفسا زكية، قد أفلح من زكاها. أما الشيطان فلا،